يا مساء الخير على حضراتكم جميعا، مساء الخير على جماهير الاهلي العظيمه في كل مكان. سعداء بتواجدنا مع حضراتكم الليله في هذا الحدث العظيم وبدايه احتفاليه استاد الاهلي. وي مساء الخير يا كريم. مساء النور عليك يا نهاوند، ومساء الخير على كل حضراتكم السيدات والساده الحضور، مشاهدينا في كل مكان في العالم عبر شاشه قناه الاهلي. اهلا بكم جميعا في بدايه احتفاليه تاريخيه بالمعنى الحرفي، واكيد هنعرف حضراتكم على كل تفاصيل هذه الاحتفاليه. سعداء جدا ومتشرفين جدا بوجود النهارده مع كل حضراتكم. اسمحوا لنا ان البدايه تكون مع السلام الوطني لجمهوريه مصر العربيه.